الشبه الذين يجتمعون الان. مرحبا استاذ السعدي اعلامي بناني نائبه برلمانيه بلايحة الوطنيه حاليا عضوه بالجهات قلمي موادنون اقاليم جنوبيه بطبيعه الحال. كيشرفنا اننا دخلنا في هذه التجربه هذه ديال ربع شو تنبير واللي كانت يعني تجربه الحمد لله على في ظل الدستور ديال 2011 وفي ظل القوانين التنظيميه التي يعني بدات كتخرج الوجود في التنزيل ديالها من خلال هذه المحطه ديال ربع شو تنبير واللي حظيه المراه بتمثيليه مشرفه فيها الحمد لله بعد معارك يعني كانت نضاليه. لا الحمد لله يعني انا حاليا انا كنعترف بانه بعد خاصه في الاقاليم الجنوبيه لان كان واحد الاجحاف حق التمثيليه ديال المراه في التدبير ديال الشان المحلي والشان الاقليمي والجهوي وهذا يدل على شيء يعني انما يدل اننا كنتقدموا خطوات الامام ماشي كنقولوا يعني حنا اقتحمنا الميدان وهذا وانما على الاقل كاين واحد التقدم تدريجي في اطار مبدا التدرج من طبيعه الحال. هذا ما يمنعش انا باقي الحمد لله كنطمحوا للمزيد نزيدوا القدام هذه بدايه وليست النهايه وهذه يعني يعني لبنة في المسلسل ديال الإصلاح الديمقراطي اللي كتعرفوا بلادنا المغرب والحمد لله يعني كاين أمور إيجابية تحققت مع بطبيعة الحال كاين عقبات وتحديات اللي شهدتها هذه المحطة. المواطن المغربي كنظن أنه كيشعر بهذا التحول وأنه كان له الدور الأساسي في هذا يعني في هذا الإنجاز اللي وقع وهذا التحول اللي وقع ونظرا الحمد لله لواحد النوع من الوعي اللي بدا كيعرفوا المجتمع سواء بجميع الشرائح ديالو سواء النساء سواء الشيوخ سواء الشباب اللي بشكل كبير هما اللي كانوا لهم يعني مساهمة الأكبر في هذا التحول.